فإذا فاطمة هي فاطمة الزهراء، فطمت شيعتها من النار. وفطمت أعداءها من الجنة. لا أعداؤها يرون الجنة ولا شيعتها يرون النار. وفطمت شيعتها من الجهل وفطمت أعداءها من العلم. يقول يا رسول الله، يعني توسل بروحه العظيمة بمقامه الشامخ الخالد بإنسانيته عند الله. أنتم تفترون على آلهتنا بالكذب. نحن لا نعبد في آلهتنا الخشب ولا الحجارة، نحن نعبد الروح التي تسكنها ونتقرب بها إلى الله زلفى. جهل جهل جهل.